طيب نروح بقى بتروجيا لنشوف نقله من هذا الخبر. وزير النقل يتابع اعمال تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي والمونورويل. في التفاصيل تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير امس الجمعه ومعه رئيس وقيادات الهيئه القوميه للانفاق اعمال تنفيذ القطار الكهربائي السلام العاصمه الاداريه الجديده العاشر من رمضان. الجوله بدات بتفقد محطه عدي منصور المركزيه التبادليه الكبرى وتضم مجمع نقل متكامل للخدمات، منطقه تجاريه استثماريه على مساحه 15 فدان، ويتم تبادل الخدمة ما بين 5 وسائل نقل مختلفة، وتشمل محطة لمترو الخط الثالث تم افتتاحها وتشغيلها، محطة للقطار الكهربائي الخفيف، محطة للسكك الحديدية القاهرة السويس، محطة السوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي عدلي منصور السلام. الله. كمان أكد وزير النقل أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة يعني سيدخلها لمرحلة أو نقلة حضرية كبيرة، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل بتتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة كمان، وبتوفر استهلاك الوقود وبتخفض معدلات التلوث البيئي وبتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وبتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة. بيذكر أن قطاع المونوريل بتاع العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي، تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كيلومتر، ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022. المرحلة الثانية بقى من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11 كيلومتر، مخطط افتتاحها في 2023.